ذكرنا وتحدثنا عن الأسرة في القرآن وفي القرآن، وإن شاء الله سنستمر في هذه إن الحلقة شاء أيضا الله مع الأسرة، لأنه الأسرة موضوع كبير طبعا ومهم. ومهم، نعم وهو الأساس طبعا، نعم فيجب أن نتحدث عنه. فإن شاء الله في هذه الحلقة سنتحدث عن الأسرة بالنسبة لتعدد الزوجات أولا. نعم إن شاء الله ممكن نتحدث عن هذا الموضوع، إن شاء لأنه الله طبعا هو شيء حلال، شيء لكن حلال. له ضوابط، نعم له ضوابط. نعم يوجد ناس كثيرين ممكن لا ي... ممكن قليل العلم في هذه نعم الضوابط، نعم فنريد أن نعرفهم الأساسيات وأيضا الضوابط الضوابط التي يتاح بها تعدد التعدد. الزوجات. نعم إن شاء تفضل الله فضيلة تعالى. الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أحيي المستمعين الأفاضل وأحيي الأخت الكريمة من معي في الاستديو هنا، أخت منى، والمستمعين والمستمعات بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكما أسلفت الأخت منى، أننا قد تحدثنا من قبل عن الأسرة في القرآن، لكن هذا موضوع طويل جدا، موضوع طويل وفي نفس الوقت موضوع مهم جدا، لأنه هو الأساس، هو أساس الحياة، والحياة تنبثق من الأسرة، تنبثق من الأسرة. وموضوعنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى علاقة تعدد الزوجات من الناحية الشرعية ومن الناحية القرآنية. كما أسلفت الأخت منى بأن هذا أمر حلال ومشروع من قبل الله سبحانه وتعالى، لكن ما هي ضوابط التعدد، وما هي أسس التعدد؟ ليس بمعنى أن الإنسان فقط يفكر بنفسه أو بشهوته، لا، الأمر أبعد من ذلك. ومسألة النفس والشهوة هي قصيرة جدا ومدتها قصيرة جدا، لكن ينبغي الإنسان أن ينظر إلى ما بعد ذلك، وأن ينظر إلى المسافة الطويلة، بأنه سيأتيه أولاد وستكون عليه مسؤولية، مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة جدا. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يهتم بنفسه، فكيف يهتم بزوجته الأولى وأولاده؟ فكيف يأتي بمسؤولية زوجة. أخرى، زوجة جديدة، والزوجة الجديدة تحتاج إلى أولاد أيضا. فمشروع طويل جدا، مشروع طويل جدا لا ينتهي. لا ينتهي، لكن لا مانع، لا مانع من ذلك للإنسان المستطيع. لكن أنا أريد أن أنبه لأمر مهم إلى الإخوة الرجال، للإخوة الرجال. كثير من الرجال لا يحفظ من الإسلام إلا مسألة التعدد، ولا يحفظ إلا آية في القرآن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لا يحفظ إلا هذه الآية، ولا يحفظ إلا ويقف عند هذه الآية فقط، يقف عند هذه الآية، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولا يقرأ ما بعدها. لا يقرأها إلى نهايتها، ويحفظ أيضا آية الرجال قوامون على النساء، واضربوهن فإن أطعنكم، هذه الآيات فقط يحفظ. وأيضا يهتم بسنة واحدة من سنن النبي، سنة التعدد، الزواج، الزواج تعدد الزوجات سنة، فيحرص على أين أنت من السنن الصغيرة، سنة السواك، سنة الوضوء، سنة صلاة الوتر، سنة صلاة الضحى، لا يفكر في هذه السنن، لا يهتم إلا إذا كلمته زوجته الأولى لا تتزوج، وهذه فطرة النساء التي فطر الله النساء عليها، أو إذا كلمه أحد لا يتزوج، لا، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حقا النساء لا تمانع في التعدد، ولكن هي تعرف أنه لن يعدل في هذا التعدد. هذه فطرة، نحن نريد ندخل الآن، هذه مقدمة لمسألة التعدد، أن الإنسان ينظر إلى ظاهر أدلة التعدد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء فقط، ثم ينظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إليكم، حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء والصلاة. فالزواج من الأشياء التي يحبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا ينظر إلا إلى هذا، لا ينظر إلى ما بعده وإلى الضوابط.
ننظر الآية الكريمة ماذا تقول. يقول الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم. استدراك من الله سبحانه وتعالى. هذا استدراك من الله سبحانه وتعالى. انتبه، وقف هنا قليل، وقف هنا قليل، انظر إلى ضابط التعدد. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الله قال فواحدة، لم يقل ثنتين. ممكن الله يقول ثنتين، لكن بمعنى فواحدة أمر صعب جدا. الله سبحانه وتعالى يعلم، يعلم صعب التعدد خصوصا في هذا الزمن. أن يعدد بين الزوجات نقول لا مانع، لكن أنت أدرى بنفسك، وكل إنسان أدرى بغدر بيته. هو يعرف ما الذي بداخله، وهذه معاملة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث، في حديث صحيح، ما معناه؟ أن الرجل الذي يتزوج أكثر من واحدة ولم يعدل بينهما يأتي يوم القيامة وجنبه مائل، وجنبه مائل يوم القيامة، لأنه لم يعدل. لأنه لم يعدل في ذلك. إذا ابتسمت إلى واحدة من زوجاتك لابد أن تبتسم إلى الأخرى مثل الابتسامة الأولى. ما شاء الله. حتى الابتسامة، حتى الابتسامة. لأن النساء هي مسكينة، لا تريد مال، لا تريد شيء، تريد محبة، تريد شفقة. صحيح. تريد حب. فالابتسامة هذه علامة الحب. إذا أحضرت شيء للزوجة الأولى لابد أن تحضر للثانية. إذا أحضرت إلى الأولى شيء من الأشياء الظاهرة أو الباطنة، عامل الله سبحانه وتعالى في الثانية. أنا أقول ممكن تزوج الثانية إذا تريد تتبع نية النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم متى تزوج الثانية؟ بعد وفاة الأولى بفترة، بعد وفاة الأولى. بمعنى انتظر إلى أن تتوفى زوجتك الأولى. إذا كان موجود. إذا تريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تريد صدق تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدقة. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج سيدتنا خديجة وهي أكبر منه بكثير. عمرها رضي الله عنها وأرضاها عندما تزوجت برسول الله 40 سنة. وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 25 سنة. فرق نصف عمر. نصف عمر. وأيضا لم تتزوج بكر. ليست بكر. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوجها لأجل شهوته ولأجل نفسه. الأمر أعظم من ذلك. النبي تزوجها لأجل بناء حياة وتأسيس مبدأ إنساني ينبثق من هذا المبدأ روح الإيمان الذي نحن الآن نعيش فيه. ينبثق من هذا المبدأ روح الأخلاق والمعاملة بين الزوج والزوجة. إذا تريد أن تحسن إلى زوجتك فانظر إلى إحسان النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجته خديجة. فهذا معنى خالص للحب، معنى خالص للمحبة بين الزوج والزوجة. ليس الأمر شهوة أو جمال أو دنيا، لا، يختلف جدا. فنقول إذا تريد صدق تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتريد أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واحد بواحد، انتظر حتى تتوفى زوجتك الأولى. فإذا ما قالها شيء، أنا لم أقل شيء. نعم. فإذا توفت زوجتك الأولى تزوج الثانية والثالثة والرابعة، لا مشكلة. لكن نصيحتي أرى أن تنصف من نفسك لزوجتك الأولى. لأنها هي مؤنستك في الحياة، وهي الأولى معك في الحياة. أنت بدأت الحياة الجديدة معها. معها عادة فضل الشيخ يكون الزوجين في أو في بداية حياتهما لا يوجد مال، لا يوجد أولاد، لا يوجد أولاد، صعوبات كثيرة في الحياة. في بداية الحياة هذه مع الزوجة الأولى. فبعضهم يفكر أن يتزوج الثانية. عندما يكون لديه المال يفكر في زواج الثانية. أحيانا هذه المشكلة فعلا. صحيح. فأحيانا الإنسان سبحان الله من أسباب الرزق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسباب الرزق الزواج، كما تحدثنا في الحلقة الماضية. سبب من أسباب الرزق الزواج. فقد يكون إنسان فقير ليس عنده شيء، أو تكون حياته بسيطة، فسبحان الله عندما يتزوج الزوجة الأولى يفتح الله عليه من الأرزاق التي لم يكن يفكر فيها أبدا. فهي سبب من أسباب الرزق لك، لكنه لا يعرف. عندما ينظر إليها وهي في البيت أو امرأة لا يعرف أن الله فتح له باب الرزق من خلال هذه المرأة. فينبغي أن تحسن إليها. عندما تكثر أموالك ويكثر رزقك يبدأ يفكر بشيء آخر، يبدأ يفكر بأن يتزوج بامرأة أخرى. نقول لا مانع، لا مانع، هذا حق من الله
لك لك. لكن انظر إلى ضوابط ذلك، انظر إلى ضوابط ذلك، سيأتيك أولاد بعد ذلك، يكون عندك أولاد. فإذا لم تستطع أن تربي الولد الأول أو الثاني من الزوجة الأولى، كيف تستطيع أن تربي الولد الثالث والرابع من الزوجة الثانية؟ ثانيا تنظر إلى إمكانيتك في العدل، العدل الظاهر والباطن، العدل الظاهر والباطن، النفقة الظاهرة والباطنة. كما قلنا المرأة لا تريد مال فقط، المرأة لا تنظر إلى المال، المرأة تريد حنان، المرأة تريد عاطفة، المرأة تريد تبادل حب من الزوج. فهذا أمر. الأمر الثاني كذلك ينبغي أن ينظر إلى المبادئ الإنسانية، إلى المبادئ الإنسانية. لماذا تريد أن تتزوج؟ ما هي نيتك في تعدد الزوجات؟ قد يكون هناك أسباب خاصة لا مانع. مثلا ينظر امرأة ابتلاها الله سبحانه وتعالى بالعقم، الله تعالى قال ويجعل من يشاء عقيما، فلا تنجب الأولاد، قد تحقق الأمر أنها مريضة وأنها لا تنجب الأولاد، فهذا لا مانع. لكن ينبغي أن يأخذ بخاطرها أيضا، ينبغي أن يأخذ بخاطرها. وليس أن الأمر مهم جدا أن تأتي له بأولاد، لأن هذا ليس بمقدورها، ليس بمقدورها ولا تستطيع. أحيانا ننظر إلى المرأة بغلظة، نقول أنت ما تنجبي أولاد، حرام، هذا ليس بمقدورها، أنت دائما تنجبي بنات 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 فقط، هذا ليس بمقدورها. كما روي في قصة من القصص في الزمن القديم، أن رجل تزوج بامرأة، فكانت هذه المرأة لا تأتي إلا ببنات، لا تأتي إلا ببنات. فبعد ذلك غضب من زوجته، قال أنا لا أحبك، لماذا؟ قال دائما تأتي ببنات، سبحان الله، الولد. يريد الولد. طيب هل هذا من صنعها أم من صنع الله سبحانه وتعالى؟ والبركة بالإناث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك من بكر بأنثى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هناك دعوة خاصة للذي يرزق بمولود أول أنثى. ما شاء الله. نعم، دعوة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كثير من الصالحين إذا تزوج يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل ابنه الأول أنثى، لأجل أن يحصل على الدعوة الخاصة من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما يقول العلماء مبروك من بكر بأنثى، أي من حصل على مولود أول أنثى. فهذا الرجل غضب من زوجته، قال دائما 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 بنات، أنا سأتزوج أخرى. فهي مسكينة، لا حول لها ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تزوج، فتزوج الأخرى، تزوج الثانية. أو قبل أن يتزوج الثانية، عندما عزم أن يتزوج الثانية، مر بجانب بيته فسمع زوجته تغني مع بنتها الصغيرة، تقول ما بال أبوك لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، أي في البيت الذي بجنبنا، أخذ بيت في جنبنا، ما بال أبو عمرو لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين. هو غضبان لأننا ما نلد الصبيان. غضبان ألا نلد البنين، تالله ما هذاك في أيدينا، هذا ليس بأيدينا، وإنما نحصد ما أجنينا، الذي نحصل من الأزواج نحن نخرج. المرأة كالأرض فقط. صحيح. البذر الذي يضع فيها، الأصل أن الخطأ منه. صحيح. هذا هو لا يفهم ذلك. نعم، المني منه. فمثل البذرة، أنت إذا وضعت بر أو شعير أو ذرة في الأرض، ماذا يخرج؟ سيخرج كما وضع. كما وضع. كما وضع. لكن إذا وضع أحد ذرة، ممكن يخرج رز؟ لا طبعا، لا يمكن. فهو الذي خرج منه، المني الذي خرج منه دخل إلى رحم المرأة، فهي أنجبت ما خرج منه. تالله ما ذلك في أيدينا، وإنما نحصد ما أعطينا، الذي أخذنا منهم نحن أعطينا. فعندما سمع هذا الرجل كلام زوجته تأثر، تأثر جدا، فاتعظ بذلك، فقال نعم هذا ليس منها، هذا من الله أولا ثم من الرجل. المرأة كالحرث. المرأة كالحرث، نساؤكم حرث لكم، قال الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم. فلم يعزم بعد ذلك، لم يتزوج. فسبحان الله، جمع الله بينه وبين زوجته، فعاشوا عيشة طيبة وحميدة، فبعد ذلك رزقه الله سبحانه وتعالى بالأولاد. فنقول ننظر إلى ضابط الزواج، إلى ضابط التعدد، ما هو الضابط في ذلك؟ أحيانا قد يكون امرأته مريضة، وقد قال الأطباء أنها لا يمكن
أن تلد أو يكون عندها أمراض خاصة فلا مانع من ذلك، لكن ينبغي أن يأخذ بخاطرها أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي، رواه الإمام الترمذي، يقول صلى الله عليه وسلم: أكرمكم أحسنكم خلقا، أكرمكم أحسنكم خلقا، وخيركم خيركم لنسائه، أو خيركم خيركم لأهله. يعني الإنسان العظيم عند الله سبحانه وتعالى من؟ الذي يتعامل بطيب وبأخلاق مع أهله. يحصل على العظمة من الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يحسن أن يحسن إليها وأن يتدرج معها. أحيانا قد يكون المرأة كذلك ناشزة، قد يكون المرأة ناشزة، وينبغي أن يتدرج معها في المعاملة، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن يتدرج معها في المعاملة، أن يعظها أولا، يزجرها، هذا ما ينبغي. من باتت وزوجها عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى تصبح، يزجرها بهذه الأشياء ويتلطف معها. وأيضا هناك أمر مهم جدا، إذا أراد أن تصلح زوجته، إذا رأى من زوجته نشوز أو غلظة أو غير ذلك، فينبغي أن يقوم في قيام الليل وأن يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، وأن يدعو الله وأن يبكي لله تعالى. فإن الله يجيب دعاء المضطر إذا دعاه، يقول: يا الله أصلح زوجتي، أصلح زوجتي، أدعو الله تعالى وابكي لله سبحانه وتعالى، انظر ماذا سيحصل. سهام الليل لا تخطي، لا تخطي. إذا أردت شيء، إذا فعلا أنت تحب زوجتك، لأنك رجل، أنت الرجل، أنت رئيس الأسرة، لا تغضب، تقول كذا، قم في الليل، وقد يكون هذا كفارة لك. عندما تصبر على أخلاق زوجتك يكون كفارة لذنوبك وصلاح لأحوال أولادك وبركة في رزقك وإحسان إلى ذريتك وغير ذلك من الأشياء. فقم في الليل وصل ركعتين لله تعالى، اقرأ سورة الفاتحة في الركعة الأولى، ثم سورة قل يا أيها الكافرون، اقرأ في الركعة الأخرى في الركعة الثانية سورة الفاتحة، ثم سورة قل هو الله أحد. بعد ذلك ادعو الله تعالى، قل: يا الله أصلح زوجتي، واجمع بيني وبين زوجتي بخير، وأخرج مننا الذرية الصالحة، يا أرحم الراحمين، أنت قادر على ذلك. انظر ماذا سيحصل من الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نأخذ علاجنا ومشاكلنا نعرضها على ربنا سبحانه وتعالى، لا نتصرف التصرف الآخر. إذا تصرفنا التصرف الآخر فسيعيش الإنسان في شتات بينه وبين زوجته. فينبغي أن يتدرج معها بهذه المعاملة، فإذا لم تستجيب إلى ذلك، نشزت نشوز، فينبغي أن يتخاطب مع أهلها، مع أبوها، مع أمها، مع أقرب الناس إليها. فإذا لم تؤبه لذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ارسل حكم من عندك وحكم من عندها يجمع بينكم وبينها. فإذا لم تستجب لذلك فلا مانع من هذا، فلا مانع بذلك. كما يقول: تأديب المرأة، تأديب المرأة بالزواج بالثانية، هذا إذا كانت ناشزة. إذا لم تستجب، إذا لم تطع زوجها، أحيانا هي تخرج من البيت من غير إذن زوجها، تذهب إلى أماكن من غير رضا، طلب رضاء الزوج، تعمل أشياء مغضبة لزوجها، فلا، لا ينبغي. لكن لا نقول مباشرة تتزوج، تتزوج لا، تدرج بذلك، فهذا الضابط. أيضا انظر لماذا تتزوج، ممكن يتزوج لأنه حصل على مال كثير، لأجل المال، أو أنا الآن عندي مال كثير تمتع في الدنيا، لا 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 لا، التمتع ساعة فقط، لذة الجماع مع الزوجة ساعة أو أقل، الأمر أبعد من ذلك، ليس لأجل هذا. لكن أحيانا الإنسان يتزوج لأجل أن يحصن نفسه، زوجته مريضة أو عندها أشياء خاصة لا يمكن أن يذكرها لأحد، فلا مانع بذلك. إذا كانت الضوابط على أساس الشريعة المطهرة، فإن خفتم ألا تعدلوا، العدل هنا ظاهر وباطن، العدل هنا يشمل جميع الأشياء، جميع المعاملات التي بين الزوج وبين الزوجة، النفقة الظاهرة والباطنة، المعاملة الظاهرة والباطنة. فينبغي أن يحسن، إذا لم يتمكن من ذلك بمعنى أنه لم يستطع، لأن الاستطاعة ليست استطاعة المال. البعض يظن أن الاستطاعة استطاعة المال، قبل أن يتزوج ينظر إلى الراتب، كم الراتب، أو راتبه كثير 10,000، لا 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 عفوا،
الرازق هو الله سبحانه وتعالى. نعم صحيح. ممكن اليوم راتبك 10,000، عندما تتزوج الثانية تسقط من هذا وتخرج من هذا العمل ولا تحصل على شيء. ليس هذا الضابط. أن ننظر إلى الاستطاعة، راتبك كم، شغلك كم، كم عندك أموال. لا لا لا، أستغفر الله، ليس هذا. كما قلنا المرأة لا تحتاج إلى مال. نعم صحيح. المرأة تحتاج إلى حب، المرأة تحتاج إلى عاطفة. أنا أظن والله أعلم أن أفضل شيء عند المرأة من زوجها هو العاطفة والمحبة، أفضل من المال، أفضل من الأشياء التي يشتريها. فنقول ليس المال هو الضابط، أن الذي غني ممكن يتزوج، أن الفقير لا يتزوج. ممكن أن الفقير أفضل من الغني إذا تزوج الثانية، أنه سيعدل أفضل من الغني إذا تزوج الثانية، لأن الواجب في النفقة نفقة اليوم والليلة وكسوة سنة، كل سنة كسوة، هذا الواجب في الشريعة، هذا الواجب. فنقول أن العدل أو أن الاستطاعة ظاهرة وباطنة، أن الاستطاعة ظاهرة وباطنة، وأنت أدرى بذلك. فالاستطاعة الظاهرة هي النفقة، هي النفقة، نفقة الجسم ونفقة المال. نفقة الجسم ونفقة المال. أيضا تعرف على حسن التربية لأولادك، هل تستطيع أن تربي أولادك بعد ذلك، تكون معهم مرشد، مربي، أستاذ، حتى ينشأوا نشأة صالحة. ليس فقط مسألة حيوانية، شهوة وجماع وخلاص، لا، المسألة حياة، المسألة بعد أن تموت ستخلف أولاد، كيف سيكون أولادك هؤلاء. أيضا أنت تعرف مثلا قد يكون أولادك من الزوجة الأولى والزوجة الثانية متخاصمين، هل تستطيع أن تجمع فيما بينهم، أن تجعلهم إخوة، يعرفوا أن هذه خالتهم وأن هذا أبوهم وأن هؤلاء إخوانهم من أبوهم. تستطيع أو لا تستطيع. فينبغي الإنسان أن يفكر في هذه الأشياء أولا. فإذا رأى من نفسه استطاعة فليتوكل على بركة الله سبحانه وتعالى، ويكون الله في عونه إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. فضيلة الشيخ، هو موضوع شيق طبعا، ويوجد أمثلة كثيرة في هذا الزمن، لكن مع الوقت يلاحظون أنهم لا يستطيعون في التعدد بعد الزواج. هذه المشكلة، هذه هي المشكلة. فكيف يكون توجيهنا لهم؟ توجيهنا لهم. نعم، هذه صحيح، وأنا رأيت أكثر من مثال في هذا الشيء. أولا يرى نفسه أنه مستطيع. يرى نفسه أنه مستطيع، فعندما يدخل إلى هذا المجال بعد الأسبوع الأول أو الشهر الأول، الشهر الثاني، ممكن السنة الأولى، السنة الأولى، الزوجة الأولى تتصل، أريد أريد أريد، الزوجة الثانية تتصل، أريد أريد أريد، الأولاد الأولين نريد نريد نريد، الأولاد الآخرين، خلاص بدأ يتشتت. أوه المسألة، نعم المسألة ليست سهلة. المسألة ليست سهلة. فبعد ذلك هو دخل في مشكلة أخرى. أخاف أن يفكر بشيء خطير وهو الطلاق. هذا خطير جدا، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، في الحديث الصحيح. لا، إذا تزوجت أو عدت فينبغي أن تنتبه انتباه شديد، وأن تعرف أن المسؤولية مسؤولية كبيرة جدا. ومسؤولية عظيمة جدا على ظهرك من الله سبحانه وتعالى، وأن هذه أمانة حملك الله سبحانه وتعالى إياها. فبعد ذلك أنت بين أمرين بعد الزواج، بعد التعدد، بين أمرين، أمر الصبر وأمر الشكر. قد تحصل على زوجة ما شاء الله مباركة طيبة، تحسن إلى الزوجة الأولى، وتعاملك المعاملة التي أنت تريد وأنت تحب منها، فما شاء الله الحمد لله تهنئة. لكن قد يكون عكس ذلك، قبل أن تتزوج معها تقول لك أنا كذا أنا كذا أنا كذا، بعد أن تتزوج معها يكون خلاف ما حدثتك به. وتحصل للمشاكل، تقول يا ليتني ما تزوجت. فلا ينفع الندم. حينها لا ينفع الندم. فينبغي أن تصبر. أن تصبر، كما يقول في بعض الحكم العامية، هذا ما صنعت يداك. هذا ما صنعت يداك، أنت الذي صنعت هذا بيدك. فينبغي أن تصبر على ذلك، وأن تحسن المعاملة إليها، وأن تتقي الله سبحانه وتعالى فيها، وأن تتقي الله سبحانه وتعالى فيها، ولا تفكر مباشرة في الطلاق، لا تفكر مباشرة في الطلاق. فالطلاق هذا آخر العلاج، كما يقول العلماء آخر العلاج الكي، آخر العلاج. فتستعين بالله سبحانه وتعالى، وتدعو من الله سبحانه وتعالى، وأن تصبر.
أن نعم. تصبر. الأمر ليس بالسهل وليس بالهين، ليس بهذه السهولة أن نعم. يتزوج، لأنه عالم يدخل في عالم آخر، عالم يريد الاستقرار، وأيضا يوجد مسؤوليات كثيرة بعد ذلك كثيرة. يجب أن نفكر نعم. بها قبل نعم. أن ندخل فيها نعم. بعضهم يقول رسول الله عمل كذا، نحن لا ننظر إلى رسول الله، رسول الله آخر، نعم. يعني ننظر إلى الأشياء التي ممكن أن نعملها، لا نقول رسول الله عمل كذا كذا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك مع انه ضوابط. له تعدد في للزوجات، ولكن هو كان يعمل بنفسه في المنزل ايضا، نعم. وكان يساعد زوجاته، نعم. وكان يعني قائد للامه، نعم. وايضا كل شيء، ورسول، وكان يساعد زوجاته في البيت. كان رسول ومجاهد وسياسي واجتماعي وخادم في البيت، نعم. صلى الله وسلم نعم. عليه وسلم. هل تريد ليس أن تكون رسول؟ ثانيا القدرة، قدرة رسول الله ليس مثل قدراتنا، نعم صحيح. قدرة رسول الله ليس مثل قدراتنا، صحيح. لماذا لا ننظر إلى علي بن أبي طالب؟ كم زوجات علي بن أبي طالب؟ ننظر إلى أبو بكر الصديق، ننظر إلى عمر بن الخطاب، ننظر إلى عثمان بن عفان، نعم. انظر إلى هؤلاء، كم كان عندهم زوجات؟ واحدة. بعد أن توفيت زوجاتهم الأولى تزوجوا. ولكن واحدة أيضا، نعم، واحدة. لم يتعددوا. يا سلام يا سلام، نعم. لا ننظر مباشرة إلى فوق أو إلى بعيد، ننظر قليل قليل إلى من هم بمستوانا، نعم. والصحابيين أيضا ليسوا من مستوانا، وأيضا الصحابة ليسوا بمستوانا، لكن لا بأس، انظر إلى مستوى الصحابة، انظر إلى مستوى الصحابة، إن شاء الله الذي أعطاهم سيعطينا إن شاء الله، لكن انظر إليهم، انظر إلى معاملاتهم مع زوجاتهم، إلى أخلاقهم مع زوجاتهم، إلى صبرهم على زوجاتهم في البيت خارج البيت. فأخرجوا الذرية التي نشرت الإسلام والنور إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. ليس فكرهم فقط شهواني، ليس فكرهم حيواني، ليس فكرهم مادي، فكرهم أعلى من ذلك، فكرهم حياة أمة، فكرهم كيف يخلفوا اسم ناصع من أبنائهم، كيف يخلفوا ذرية صالحة يبقى ذكرها إلى يوم الدين. هذا فكرهم، ليس أو رسول الله عمل كذا. طيب رسول الله عمل كذا لأجل أسباب، عمل كذا لأجل أسباب، هناك أسباب خاصة تخص النبي صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا مثلا، لذلك علماء يقول السنن نوعين، سنن خاصة برسول الله أو أعمال خاصة برسول الله لا نستطيع أن نقوم بها، وسنن لنا أن نعمل بها، نعمل بها. مثلا قيام الليل، قيام الليل سنة لنا، لكن واجب للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها المزمل قوم الليل، واجب، واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام مثلا، نحن لا يجوز لنا الوصال أكثر من يوم، أن تواصل يوم أو يومين أو ثلاث، لكن رسول الله يحق له ذلك. ولهذا عندما رأى بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كان يواصل الصيام، يواصل الصيام هذا الصحابي، فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم قالوا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل، فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم إني لست كأحدكم، هناك حدود، إني لست كأحدكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم آخر، معاملة أخرى. ننظر عمل رسول الله كذا، خلاص نعمل، تأنى. انظر إلى قيام الليل، انظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كان يكنس المنزل، نعم. كان يكنس المنزل مع أهله وزوجاته، كان يحلب الشاه، بدأ يوم أنت كنست المنزل، يوم العطلة، يوم السبت أو الأحد مثلا، تقول لزوجتك اليوم أنت ترتاحي، أنا أقوم بالطبخ، ممكن أو لا؟ أبدا. أو ممكن تقول لزوجتك اليوم لا تنظف البيت، لا تنظف الحمام، لا تنظف المطبخ، أنا أنظفه. جميل جدا. هل يستطيع؟ إذا كان هكذا، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حقيقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يخيط ثيابه، يخيط الثياب معه، ويخسف النعل صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يعمل أشياء أظن والله أعلم أننا نحن الأزواج لم نعملها إلى الآن. لم نعمل إلى الآن. مسكينة تقوم تطبخ، بعد ذلك تذهب إلى العمل، تنظف، تغسل، وهو ينظر كأنه رئيس، يجلس فوق الكرسي يشاهد إلى التلفاز. لا، ليس هذه أخلاق النبوة. لا يمكن أن نقوم أسرة طيبة، أسرة طيبة مباركة، لا يمكن أن تقوم على هذا الأساس. لكن نقوم أسرة طيبة عندما فعلا نكون متمازجين فيما بعد، ننظر إلى زوجتنا أنها هي الزوجة، أنها هي الحبيبة، أنها هي الصديقة،
الزوجة تنظر إلى الزوج أيضا أنه هو الزوج، هو الصديق، هو الحبيب، فأنا لا أحتاج إلى صداقة مع امرأة أخرى. زوجتي صديقتي، أنا لا أحتاج أن أحب امرأة أخرى. زوجتي حبيبتي، أنا لا أحتاج أن أبحث عن مؤنس آخر، زوجتي مؤنستي، فكل شيء أستطيع أن أجعله في زوجتي من زوجتي. أيضا بالمقابل الزوجة ينبغي أن تنظر إلى الزوج بهذا المعيار. فإذا نظر كل واحد منهم إلى الآخر بهذه النظرة، والله ستكون أسرة سعيدة دنيا وآخرة بإذن الله تعالى. إن شاء الله. آمين. من هذا ما ندعو له إن شاء الله، طبعاً كل الأزواج والزوجات في سعادة دائما إن شاء الله. وكما سمعت إلى مقولة يقولون أن الزواج بداية للحب، بداية الحب للمرأة ولكن نهاية الحب للرجل. فهل هذا صحيح؟ أنا استمعت إلى هذه المقولة ولكن لا أعلم هل هذه صحيحة أم لا. ليس كل مقولات صحيحة. أنها بداية الحب للمرأة ونهاية الحب للرجل. هذا للذي ليس عنده وفاء. للذي ليس عنده وفاء. لكن هو فعلا بداية الحب للكل. بداية الحب، بداية حب الرجل للمرأة وبداية حب المرأة للرجل. إذا كان هناك منصف. لكن بداية الحب للمرأة أنها تبدأ تتعلق بزوجها. والزوج يبدأ يتعلق بامرأة أخرى، هذه خيانة. هذه خيانة. لا، ينبغي أن نتعامل معها مثل تعاملها معنا. وأن ننصف من أنفسنا لها، وأن نخلص محبتنا لها. حتى يكون كما قال سيدنا علي بن أبي طالب: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. نجعل المحبة خالصة لله سبحانه وتعالى، نذكرها دائما ونكن لها في قلوبنا ما تكن لنا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما تدين تدان. كما تدين تدان. الذي في قلبك لزوجتك أكيد في قلبها لك. أكيد. فأنت تستطيع أن تجعل زوجتك مثل العجينة، سبحان الله. أنت تستطيع أن تجعلها كما تشاء، تستطيع أن تجعلها كما تحب. وهذا كله أمر باطني بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فلا يعلم الذي في قلبك إلا الله. ماذا في قلبك لزوجتك؟ محبة، إخلاص، وفاء، صدق، تعاون، إنصاف، كل شيء. فأكيد سيكون في قلبها مثل الذي في قلبك لها. فليس هذا ليس صحيح أنه نهاية الحب للرجل. هذا ليس إنصاف. يعني هذه خيانة. إذا كان هكذا فهذه خيانة. أيضا بداية الحب لزوجتي، لأنهم سيبدأوا حياة ويؤسسوا حياة على أسس وعلى قواعد ترضي الله سبحانه وتعالى، دنيا وآخرة إن شاء الله. آمين. طيب، يوجد العديد من الأسئلة التي متعلقة بهذا الموضوع نريد أن نسألها، ولكن الفرصة لا تتاح في هذه الحلقة. إن شاء الله سنستمر في حلقة قادمة إن شاء الله. مع هذه الأسئلة ومع الأسرة أيضا يوجد أشياء كثيرة نريد أن نتعرف عليها إن شاء الله من خلال القرآن الكريم إن شاء الله. وفي آخر الحلقة ممكن دعاء من فضيلتكم بمناسبة هذه الحلقة. تفضل. وهدية الحلقة. إن شاء الله تعالى في آخر هذه الحلقة ندعو الله سبحانه وتعالى ونوصي بدعاء أن يكرره الأزواج، الزوج والزوجة، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك في القرآن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهذا دعاء عظيم وشامل لجميع السعادة الأسرية الظاهرة والباطنة، وخاص أيضا لأن يجمع الله بين الزوج والزوجين وأن يعيشوا في حياة طيبة وسعادة دائمة ترضي الله سبحانه وتعالى دنيا وآخرة. فنأتي نحن والمستمعين بهذا الدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واجعلنا من المتحابين فيك، المتآزرين على ما يرضيك ظاهرا وباطنا، حسا ومعنى، والحمد لله رب العالمين.